طيب، خلال اللقاءات اللي شفتوها مع النجوم كثار منهم خصونا بتصريحات حصرية أو مفاجآت أو أخبار جديدة، تفاعلكم كان له أيضا السبق في مقابلات وتصريحات في مواضيع أخرى عديدة همت الرأي العام. محمد عبده بيسمع مين؟ يعني أنت لو ركب سيارة حسمع مين؟ محمد عبده. كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين طبعا، حياتنا لها. ثانيا، زي ما انا بقول لك، حياتي الشخصيه مستحيل ان انا اتكلم فيها، خاصه ان هي مش شخصيه لي انا لوحدي، في طرف تاني فيها. انا توقعتك كمان ممكن تتكلم، يعني انه تقول ممكن صادق الشاعر يعني، بس ما جبت سيرته. بس مو مشكله، صادق الشاعر وسهم انت عند انت لك 67 سنه قاعده تلفي على السؤال ترى يا ساره. حفضل الف الين تقول لي على الموضوع ده. يعني حفضل ادير ادور في الموضوع ده. طيب، صادق الشاعر والله هو ممتن لك جدا على فكره. ممتن لك جدا يعني. دائما يقول لي انقل لساره ده، نراوي امتناني على اهتمامه. صحيح، ونقول له يعني طبعا احترامي ومعزتي الكبيره له. قالوا انه التبرعات حتروح رواتب لموظفين المفوضيه، هل هذا صحيح؟ لا. ابدا غير صحيح. في عيد ميلادك قلتي فجاه انه وتحيه لزوجي وكذا وبنعرف ايش تحمست. ايوه، صار كل احد يبعث يقول زوجها، مين زوجها، فين زوجها. اي، هذا اللي انا ما احبه، مين زوجها وكيف شكله وايش اسمه وين يشتغل، والتحقيقات اللي تصير من وراء احترم خصوصيه زوجي، بنتي، ابني، اذا ما عندهم رغبه انهم يظهرون فانا احترم خصوصيتهم. منتشره صوره له ودائما يقولوا انه هذا ابنه نايف معاه وكذا، وانه هذا ابنه الوحيد، هل هذه صورة حقيقية؟ لا 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 لا، الولد هذا الله يخليه له، هلا هذا ابن الشاعر، والله ما يحسبني اسمه اللي 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 كتب الأوبريت. I'm saying, you know, I want to be remembered like as كاروسا كلاثان. Of course. من أنت قلت له دحين أنت تلف كده ولا تلف فيك الدنيا كده، وأصقعك دحين على إذنك، إيش يصير فيك؟ هو زعل منك؟ لا، هذه وصفة طبية صراحة. صقع على دين وصفة طبية؟ والله من جد أسأل الدكاترة حقتها. ترى ما لها دواء، ما لها ميديسين يعني. أيوة. أي أبدا، يا تنهبد على ظهرك الواحد كده وهو غافل. إيه. ولا يجي مخمس. الحياة المذيعة دي حالة لوحدها، هي يا إما نفسها تتجوز فعمالة تبعت رسائل على الهواء فحد يشوف لها عريس ويخلصنا منها، يا إما هي يعني بتعمل حاجة كده عكس بتركب بيها الترندات. إحنا أبو العربي ده شخصية مؤثرة قوي، أو يعني معرفش هما شافوا إيه، استلهموا منه إن ده ضابط إسرائيلي يعني، وتم اغتياله يعني، ما فهمتش الحقيقة. بس أنا خدتها بضحك. أكيد كلنا عندنا 6 أصوار، بس ما نعتبر مقارنة بالناس اللي أنا فيه كثير أغنى منك. أنا مش بسير الأستاذ هاني شاكر خالص. أيوه. ده أنا بعت له فويس قلت له ده أنا لو زعلتك، ده حتى لو زعلتك ده أنت جزمتك فوق راسي يا سيدي. أنا توجهت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية ورفعت قضية على الشخص أو الجهة اللي طلعوا الإشاعة واللي روجوا لها واللي علقوا عليها واللي شيروها، لأنه هدول أيضا هم شركاء بالجريمة. لازلنا في عالم رجل؟ طبعا نحن في عالم رجل. لا زال الممثل الفنان مثلا، حتى لو كنت انت مثلا اعلى منه نجوميه، هو بياخذ اكثر طبعا. هيئة الشعيبي يعني لا زالت تعلق عليك وتلمح، مثلا احيانا صراحه بالاسم واحيانا تلميحات وما الى ذلك، ليش مستمر هذا الصراع؟ الله اعلم، ما عندي تعليق. انت رفعتي عليها قضيه؟ كلنا حبايبها يا إلهام. الناس تدري، عارفة في قضايا وايد. ابتديت من الصفر؟ طبعا ابتديت من الصفر. ابتديت من الصفر تماما. في البيت بتمسكوا العنباية وبتقطعوها، والفرنش فرايزاية بتقطعوها. ايوه بمسك. ايوه، ومن حقه، هذا رأيه. واحمد العونان فنان كبير، وحسين فنان كبير، وليش لا، خلص هذا رأيه وأنا أحترمه. أحلى مفاجأة في الدنيا. يعني هو أنت لوحدك مفاجأة جميلة جدا، فقولي لي مين المفاجأة الجميلة اللي معك. الله 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 الله،
اهلا اهلا بالست جليله. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيكي. سترونه ما بين اقدامي كاوراق الخريف. يا مستبده. لعبت فيك لعب. يعني كان انت يعني استخدمتك. اي بس بعدين هي صارت ما بين اقدامي كاوراق الخريف. ليش اسالك اذا انت اللي بتتكلمي عنه كمان يعني جزء منه شيء شخصي انت مريتي فيه؟ طبعا انا لسه لسه بمر فيه لسه شغالة يعني الحمد لله. جينا على الجرح. لسه أنا بصي المسلسل هيخلص. أنا مسلسلي مش هيخلص. الله ينتقم منهم والله يحاسبهم لأنه ما حدا قدر يحاسبهم. ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ؟ إيوه إيش قصدك فيه؟ شو قصدي أنا ولا هو شو معناه؟ والله يا سارة أنا خايف أرد عليك فيكذبوني برضو يقولوا لا ده مش هو اللي بيتكلم. لا لأنه قلت لها هذا حلال هذا العقد طبعا أكيد حلال. طيب وشو هدوين؟ لا شو رح يكونوا على التليفون. ما عادش يعني نلعب كأم جبر ما نلعب كأنس تمثل الوطن العربي وهذا فخر لي أنا. أنا مسامحكي من قلبي وهو نفسه لو عايش كان أخذ الموضوع بطريقة لطيفة. أتعرض لهجمة شرسة من قبل عدد كبير من الأشخاص، طلاب زائد حسابات وهمية. أي عادي في دور ممكن ينتقل من حدا لحدا بس بالنهاية بده ينشغل. أنت يمكن أول فنانة أقابلها ترد هذا الرد. هو شو لازم رد؟